ردا على ما عرض في برنامج كورة الكابتن عدنان درجال، لن أحمي أي فاسد واللجان التحقيقية ستكشف النتائج بعد أسبوع. أولا في البداية أبارك لأخي أبو تيسير والأخوة أعضاء مجلس الإدارة اللي فازوا في انتخابات مجلس إدارة نادي الزوراء لهذا اليوم، وتمنيات لهم بالتوفيق إن شاء الله والنجاح خلال 4 سنين القادمة، وهم بالتأكيد عليهم مسؤولية كبيرة. يوم أمس ظهر برنامج كرة وثيقة بأحد خلينا نتكلم هسه على الهاي اتحاد الكرة. أولا أكو لجنة تحقيقية أعتقد اليوم أنهت زيارتها إلى أربيل للتحقق من كل الملابسات اللي شابت هذا الموضوع، إن شاء الله هالأسبوع راح يكون هناك القرار النهائي، التوصيات النهائية اللي راح تجيني من اللجنة التحقيقية، وبالتالي سنعلنها بكل شفافية، ويجب أن يعلم الجميع أن عدنان لم يحمي أي شخص مهما كان أبدا حتى إذا ثبت القرار أنه فساد. أي قرار راح يصدر من اللجنة التحقيقية بعد ما أتأكد من كل الوثائق اللي تم أو شلون نقول كل الإفادات اللي قدمت سواء من الأخوة في الفنادق أو من الشهود، وبالتالي قرار سيصدر من اللجنة التحقيقية سيتم اعتماده بالكامل.